السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأحبة أينما كنتم تتابعون تلفزيون سلطنة عمان، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم التقني رقميات. من خلال برنامجنا وحلقتنا لليوم راح تكون عندنا وقفة مع التطبيقات والبرمجيات مع زميلي خالد بن سلمان البلوشي، أيضا راح تكون عندنا فقرة مخصصة لهواة التصوير والراغبين في تعلم الطرق الصحيحة في التصوير مع زميل صابر الكيومي. راح يكون عندنا أيضا تقرير مخصص عن شركة إيطالية اسمها فيدباك إيطالي. هذه الشركة متخصصة في مجال الفيديو كونفرنسينج، احنا نسميها أو الاجتماعات المرئية ولكن بطرق مختلفة، راح نشوف تقرير مخصص أيضا عنها. مساحة لكم مشاهدين الأحبة يتم من خلالها استقبال رسائلكم النصية القصيرة على 90484 وأيضا يتم من خلالها استقبال مكالماتكم على الرقم اللي راح تشوفونه على الشاشة. من خلال هذه المكالمات أو الرسائل النصية لكم الحرية مشاهدين الأحبة على أساس تطرحون الأسئلة اللي تبونها، إذا عندكم وجهة نظر حابين تشاركونا فيها نقول لكم حياكم الله، وأيضا في نفس الوقت إذا كان عندكم وجهة نظر معينة في موضوع تم طرحه أيضا في الحلقة أيضا لكم حرية الاختيار. أيضا من خلال برنامجنا راح نطرح سؤال، وسؤالنا اليوم عن أدوات التخزين، راح نشوف السؤال بعدين، لكن من خلال يعني هذا السؤال اللي حاب يشارك معنا سواء أيضا كان بالاتصال أو من خلال رسالة نصية القصيرة ما عليه، لأنه هو يجاوب على السؤال وراح يدخل معنا السحب على هدية عبارة عن هاتف ذكي مقدم من مؤسسة الدرهم. خليكم معنا في هذا المساء التقني الجميل، علينا وعليكم إن شاء الله، ودائما نقول في هذه الليلة بالتحديد مساءكم رقم. تحية لكم مشاهدين الأحبة، وتعودنا دائما من خلال برنامجنا رقميات أن نستعرض وإياكم جديد أخبار التقنية سواء كانت على مستوى السلطنة أو على مستوى طبعا العالم، وأيضا في نفس الوقت من خلال أخبارنا دائما نستعرض الجديد في التوجه العالمي المخصص في صناعة الأجهزة وأنظمة التشغيل. خلونا نشوف الخبر الأول عن الأجهزة المحمولة. يقول الخبر: تعمل الشركات المنتجة للأجهزة المحمولة على تطوير تصاميم الأجهزة الهجينة بحيث يمكن لها من استخدام بعض التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية، وكمثال على ذلك استخدام التطبيق المخصص للمسح الضوئي عن طريق الكاميرا المدمجة بالجهاز. يمكن لما لاحظنا وشفنا الجهاز اللي موجود معانا في الصورة مشاهدين الأحبة، شو اللي يجي في بالك أول ما تلاحظ مثل هذا الجهاز؟ لاحظنا الجهاز عبارة عن أساساً كمبيوتر لوحي مركب على لوحة مفاتيح، وهذا الجديد في الموضوع أن أنت عندك كمبيوتر لوحي وفي نفس الوقت عندك كيبورد عشان تكون لك جهاز هجين يجمع ما بين الجهاز الكمبيوتر المحمول العادي اللي احنا متعودين عليه ويجمع ما بين خصائص الكمبيوتر اللوحي اللي ممكن تشيله بكل سهولة وخفة دي وين ما تروح. الحين لما نشوف مثل هذا الجهاز ونقول إيش الخاصية اللي ممكن كتطبيق نستخدمها بالهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية نقدر نحصلها على جهاز هجين مثل هذا؟ الجواب طبعا في بعض التطبيقات اللي موجودة على مستوى الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية أنك أنت ممكن تستخدم الكاميرا اللي موجودة فيه أنها تكون سكانر،
صح؟ تكون ماسح ضوئي. يعني اليوم أنت عندك ورقة، عندك مستند، عندك بطاقة، كارت، إنزين، خريطة، أي شيء، المهم المستند على ورقة، صورة حتى ممكن تكون. بغيت أنك تطرش هذه الصورة عن طريق البريد الإلكتروني، شو اللي تسويه على أساس أنك أنت تنسخها أو أنك أنت تدخلها في الجهاز على هيئة مثلاً PDF وبعدين ترسلها عن طريق البريد الإلكتروني؟ ما عندك حل إلا أنك أنت تعملها سكان، صح؟ تعملها مسح ضوئي، والمسح الضوئي يبي له جهاز مسح ضوئي. تفتح الجهاز، تحط الصورة أو المستند، تسكر عليه، يعمل المسح، يدخل لك إياه في الجهاز، بعدين ترسلها بالبريد الإلكتروني. في تطبيقات الحين موجودة على الهواتف الذكية بحيث أنك تتنزل هذا التطبيق، وعن طريق الكاميرا اللي موجودة بالهاتف الذكي تقدر أنك أنت تصور المستند، وهذا التطبيق يقوم بعملية تحديد المستند أو الصورة بحيث أنها هي تنضغط بطريقة وتتنظف بشكل جميل، وبعدين يعني يحولها إلى PDF، وبكل بساطة تقدر ترسلها عن طريق البريد الإلكتروني. الحين مثل هذا التطبيق يصير نستخدمه مع الكمبيوترات ولا لا؟ يصير، لأن الكمبيوترات لو لاحظنا فيها يعني لو لاحظنا عليها راح نلاحظ ان فيها هي اساسا كاميرا مدمجه فيها في الشاشه، فبالتالي نقدر ان نحن نستخدم هذه الكاميرا مع هذا التطبيق لو النظام اللي موجود على الجهاز يسمح بهذا الموضوع. طبعا الحين مع الويندوز 8 صارت العمليه متاحه والامكانيه موجوده، بحيث انك انت لما تدخل على الويندوز 8 باليوزر نيم والباسورد مالك يصير انك تروح على المتجر مال مايكروسوفت، يصير انك تنزل التطبيقات المختلفه المعنيه بهذا الموضوع. فإذا كان الهاردوير مالك يعني كجهاز يحتوي على كاميرا، معناته أنك أنت تقدر تشغل هذا التطبيق، وأن الكمبيوتر مالك اللي هو المفروض يكون كمبيوتر محمول يجمع ما بين الخاصيتين، كمبيوتر محمول وكمبيوتر لوحي، يصير تستخدم الكاميرا اللي موجودة فيه على أساس أنها هي تكون سكانر، تقدر من خلاله تعمل مسح ضوئي للمستندات وللصور والأشياء اللي أنت تحب تعمل لها مسح ضوئي، وبعدين تقدر أنك أنت ترفقها على هيئة ملف PDF وترسلها عن طريق البريد الإلكتروني أو ترسلها عن طريق أي وسيط آخر. فالعملية جميلة ومتاحة وموجودة مع الأجهزة الحديثة. طبعا يمكن كمستخدم عادي، أنا كمستخدم عادي ما يجي في بالي مثلا أن التطور الخاص بالكمبيوترات أو الأجهزة المحمولة أنه ممكن يوصل لهذه المرحلة، أو أنك تطبيق مثل هذه التطبيقات ممكن تكون، لأن أنت مثلا الكمبيوتر كله وحين تتخيل عتشوف التطبيقات اللي موجودة للهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو iOS، زين يصير بعد تخليها على مستوى الكمبيوتر المحمول الهجين واللي هي الأجهزة المستقبلية القادمة إن شاء الله. الخبر الثاني من شركة سامسونج، يقول الخبر كشفت شركة سامسونج النقاب عن جهازها الجديد جالكسي S4 زوم، حيث يزن الجهاز 208 جرام ومزود بكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل مع عدسة تقريب تصل إلى 10X. الجهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد جيلي بين. يلا عاد انت الحين شوف الجهاز، ركز عليه، طالع صورته زين، هذا هاتف ذكي ولا كاميرا اصلا؟ زين، وايضا اذا الهاتف اساسا عباره عن هاتف، ما قلنا انه هو هاتف اصلا، لانه هو في نظام تشغيل ذكي، هو متصفح للانترنت، هو نافذتك على يعني خلينا نقول انه هو نافذتك على المساحة التخزينية المخصصة مالك اللي موجودة على الانترنت، اللي من خلالها تقدر انك انت تشوف ملفاتك، بياناتك، تطبيقاتك، الملفات اللي انت تعمل فيها مزامنة، لكن في نفس الوقت ان التليفون والعدسة اللي من الخلف شايفين شكلها كيف صاير، ان يعني هي فيها اوبتيكال زوم بحيث ان هي يطلع منها اوبتيكال، تقدر تقرب لبعيد وتخلي قريب وتصوره، فبالتالي يعني في تطور جدا انا اسميه رهيب في عملية دمج الأجهزة كلها مع بعضها بعض عشان تخلق منها جهاز واحد. طبعا الجهاز بشاشة مساحتها 4.5 إنش في نفس الوقت، طبعا في كل المميزات اللي موجودة بالأجهزة الذكية نفسها، يعني مثلا لما واحد يستخدم S3 أو يستخدم S4 أو S2 أو يستخدم HTC السوني وغيرها من الأجهزة اللي تشتغل بالجيلي بين، ما يفرق عنها إلا أن هو هذه الكاميرا 16 ميجا بكسل، 16 ميجا بكسل مع أوبتيكال زوم 10X، معناته حق اللي يحبون التصوير هذا الهاتف راح يكون جدا عملي. يبقى أن في ناس بتقول والله الجهاز متين ثخين
وزنه ثقيل صح؟ لأن العالم كله الحين قاعد يعني يركز على الهواتف الذكية الخفيفة الوزن اللي تحتوي على مميزات كثيرة، لكن هذا لما نشوف احنا الأوبتيكال زوم ما عليه ممكن تتنازل شوية عن الوزن هذا اللي هو ال 100 جرام أو ال 75 جرام الزايدة عن الأجهزة العادية عشان يكون عندك أوبتيكال زوم تقدر تقرب فيه لبعيد. جهاز جميل ومن المتوقع نشوفه في الأسواق في القريب العاجل. الخبر اللي بعده من شركة ديل وأجهزة الإليان وير. أعلنت شركة ديل عن آخر إصداراتها من الأجهزة المخصصة للأعمال الكثيفة والألعاب من فئة الإليان وير، حيث تتميز الأجهزة بتصميمها الفضائي وبإمكانيات الجهاز الخاصة بمعالج الصور. تعمل الأجهزة بمعالج كور i7 من إنتل وبطاقة عرض بقوة 2 جيجا بايت من إنفيديا. طبعا لما نشوف جهاز الإليان وير من شركة ديل في ناس تقول خلاص عصر الديسكتوبس واللابتوبس راح، الحين الناس كلها تستخدم كمبيوترات لوحية خفيفة أو كمبيوترات محمولة يعني اللي هي الألترا بوك خفيفة الوزن. لكن طبعا مهما كانت يعني خفة وزن الجهاز، مهما كان مثلا أن الجهاز لوحي وفي إمكانيات كثيرة، ما راح يصل إلى الإمكانيات اللي موجودة بجهاز مثل الإليان وير. طبعا مثل الإليان وير موجود مثلا أجهزة أيضا عن شركة أسوس، موجودة عن توشيبا، توشيبا عندهم جهاز ماكوزميو، ديل عندهم الإليان وير، اللي جماعة الأسوس عندهم اللامبورغيني، مش سيارة لابتوب. إنزين، لكن لما نشوف مشاهد العزيز هذا الجهاز، شوف طبعا الإضاءات اللي موجودة فيه من ناحية يعني الكيبورد، لوحة المفاتيح، من ناحية الإضاءات اللي موجودة في الأمام، المنافذ على البراد. يقول لك تقدر تغير ثلاث هارد سكات في الجهاز، كيفك حر أنت، تقدر تدخل جهاز وتطلع جهاز، يعني بما يختص بالأقراص الصلبة المبنية داخل هذا النوع من اللابتوبس. ايضا طبعا حجم، يعني هو احنا قلنا اجهزه ما قلنا جهاز، لان في ثلاث اصدارات، في اصدار 14 انش كحجم شاشه، في اصدار 17 انش، وفي شاشه 18 انش. طبعا كل ما زاد حجم الشاشه كل ما زاد وزن الجهاز، ف 18 انش تقريبا يوصل وزن الجهاز الى 4.5 كيلوغرام، يعني حق البنات ما يصلح لانه بيكون ثقيل، ويمكن الشباب اللي يستخدمون مثل هذا النوع من الاجهزه ما يشيلونها بشنطه عاديه اللي هي تتعلق على الكتف، كثر ما يعلقونها بشنطة مخصصة كذا للظهر، حق شنطة، يعني لما تروح تشوف هذا الجهاز لاحظ حقه شنطة مخصصة للظهر وفيها يعني مصممة على أساس أجهزة التحكم بالجيمز، يعني مثلا أنت عندك الجويستيكس، عندك نوعية خاصة من الماوس اللي تتعامل معها مع هذا النوع من الأجهزة. غير أن شدة وضوح الشاشة جدا طبعا عالية مع وجود منافذ جدا قوية مثل الـ USB 3، ومن المتوقع أن يكون في أيضا الثندر بولت. من ديل حق جماعة بلاك بيري، شركة بلاك بيري نشوف شو عندها. أعلنت الشركة المنتجة لأجهزة البلاك بيري عن نيتها تطبيق البلاك بيري ماسنجر لأجهزة الأندرويد والآي أو إس خلال الصيف الحالي، وذلك على أمل أن يعزز بقاء ولاء المستخدمين لتقنية البلاك بيري من خلال قدرتهم على الاتصال بالغير. اشتدت المنافسة وحمل وطيس، والبقاء أكيد راح يكون للأقوى. أجهزة الأندرويد وأجهزة الآي أو إس أثبتت قدرتها وإمكانيتها على استيلاء على عقول وألباب طبعا مستخدمين الهواتف الذكية، لكن مع وجود طبعا أجهزة البلاك بيري في المركز الثالث ودخول الويندوز 8 مع أجهزة حديثة راح نشوفها الحين في الأسواق، شوية راح يهتز أو تهتز مكانة أجهزة البلاك بيري عند المستخدمين، لأن احنا مثل ما نعرف أن أجهزة البلاك بيري تدار بأنظمة تشغيل خاصة فيها، فبالتالي ما تتكلم إلا مع بعضها بعض، تتكلم مع بعضها بعض كيفنا. زين، فهم بهذه الطريقة، هذه هي سياستهم. لكن لما نشوف الحين يعني هذا التوجه، شو اللي سووا؟ قال لك هذا البلاك بيري ماسنجر على أساس أنه الناس تسولف مع بعضها بعض بالشات. الحين الناس كلها على الواتساب، على الفايبر صح، على تطبيقات مختلفة، لكن لما نشوف حق البلاك بيري ماسنجر الحين ذا صار على الآي أو إس، يعني أجهزة الأندرويد
على كل أشكالها واختلاف أنواعها، وصار على الناس اللي تستخدم الآيفون بعد عندهم صار البي بي إن البي بي إم، معناته أن اللي يستخدمون أجهزة البلاك بيري راح يتواصلون مع أصدقائهم وأحبائهم وخلانهم زين وعوائلهم إذا صح التعبير بعد عن طريق البلاك بيري ماسنجر، عن طريق البلاك بيري ماسنجر. على العموم هذه يعني كانت أخبارنا لحلقتنا لليوم مشاهدينا الأحبة متابعين برنامجنا رقميات. طبعا يعني نحن من خلال حلقتنا لليوم نقدر نقول أن عندنا سؤال، وسؤالنا هذا راح تكون عليه جائزة، والجائزة هذه مقدمة من شركة الدرهم. خلينا نشوف السؤال مع بعض. طبعا مؤسسة الدرهم قدمت لنا هاتف ذكي من نوع سامسونج جالكسي. السؤال يقول: ما نوع أداة التخزين التي تثق بها لتوثيق ملفاتك ولماذا؟ ما نوع أداة التخزين التي تثق بها لتوثيق ملفاتك ولماذا؟ لاحظ يعني مشاهدي العزيز، القصد توثيق الملفات. ها يعني انت أداة تخزين لتوثيق الملفات. اليوم انت عندك كم كبير من الصور، وين تأمن تخليه؟ شو أداة التخزين المناسبة حقك على أساس انك تحتفظ بهذه الصور الغالية عليك؟ رحلاتك، عيالك، اخوانك، اصدقائك، زملائك في العمل. زين هذه الصور وين تخليها؟ يعني على أساس انك مثلا لو فرضنا انك انت يعني تخاف عليها، ما تبيها تضيع عليك، تحطها على اقراص رقميه، تحطها على اقراص تخزين خارجيه، تحطها على فلاش ديسك، تحطها على الانترنت، وين تحطها بالتحديد؟ احنا بنعرف اداه التخزين اللي انت تفضلها. يعني مشاهد العزيز انت ايوه ركز معي، اذا انت عندك اداه تخزين معينه حاب انك انت تحتفظ ببياناتك المهمه عليها، ايش هي وليش؟ ارسلها حقنا برساله نصيه على 90484، قول اسمك واداه التخزين اللي تفضلها وكلمه ليش، او انك انت تتصل فينا من خلال البرنامج بشكل مباشر كذا على الهواء من خلال رقم التليفون اللي راح تشوفونه، وتخبرنا طبعا يعني ليش انت تفضل اداه تخزين معينه لتوثيق الملفات ايضا ولماذا. اذا هذا كان هو سؤال الحلقه، ومثل ما قلنا ان هذا السؤال عليه هديه مقدمه من مؤسسه الدرهم، عباره عن جهاز سامسونج جالكسي، هاتف ذكي يشتغل نظام التشغيل الاندرويد اللي هو الجيلي بين. راح ناخذ فاصل ونرجع نتواصل، عندنا تقرير احنا صورناه مشاهدينا الأحبة مع شركة الإطارية اللي اسمها فيدباك. خلونا نشوف هذا التقرير، نشوف التقنية الجديدة اللي موجودة في الفيديو كونفرنسينج سوليوشن، الحل التقني الخاص بالاتصال المرئي، ونرجع نتواصل مع الزملاء اللي موجودين معنا في حلقتنا اليوم من هذا المساء التقني. تحية لكم مشاهدينا الأحبة وين ما كنتم تتابعون برنامجنا رقميات من خلال شاشة تلفزيون سلطنة عمان. طبعا احنا كان فعلا ودنا انكم تشوفوا طبعا التقرير اللي تكلمت عنه قبل شوية، ولكن طبعا ننتظر الجماعة بس يجهزوا لنا اياه، وان شاء الله وبإذن الله راح نشوفه من خلال حلقتنا لليوم. الآن وإلى أن يجهز التقرير طبعا أرحب بضيف البرنامج زميلي صابر الكيومي. مساك الله بالخير يا صابر. مساك الله بالنور. شو أخبارك اليوم؟ الحمد لله والله ان شاء الله تمام. عساك بخير. انا زين الحمد لله. قابلني ولا قابلك؟
كل واحد كل واحد. طيب معي صابر، وصابر عنده طبعا الفقره المخصصه بالتصوير، اللي عنده اي سؤال طبعا بالتصوير يقدر انه هو يتصل فينا بشكل مباشر، او يقدر انه هو يرسل لنا رساله نصيه على 90484. صابر، ايش موضوع حلقتك لليوم، فقرتك بالتحديد؟ ان شاء الله اليوم راح نتعلم كيف نستخدم الكاميرا الاحترافيه. هو استكمالا بالضبط استكمالا للحلقه الماضيه تكلمنا اللي هي اساسيات التصوير، يعني كيف ممكن نحن نخرج الصوره. فاليوم ان شاء الله راح نستخدم الكاميرا ونوظفها لاستخراج الصور اللي تكلمنا عنها في الحلقه الماضيه. طيب انا اشوف معك كاميرا موجوده. ايوه بالضبط، حاطها ورا الشاشه. ايوه بالضبط. بالنسبه للكاميرا الاحترافيه تفضل. ايوه، الفرق بينها وبين الكومباكت ان هنا ممكن نتحكم بفتحه العدسه، في العدسه وعندي سرعه الغالق وعندي حاجه اسمها الايزو. الايزو ايوه، يعني ممكن احنا نشوف هالاشياء من الخلف هنا. ممكن طبعا. زين، على اساس تشرح والكاميرا تطلع في الصوره. زين، عندي هنا سرعه الغالق ظاهر عندي 13، وعندي الاف 3.9 اللي هي فتحه العدسه. اذا بنتكلم عنها على اساس المشاهدين. طيب احنا نشوف الحين، احنا عندنا هذه الحين الكاميرا واضحه، في شيء موجود عندك على الشاشه. ايوه ايوه. انزين الحين هذه، الحين عندنا ارقام ظهرت. ايوه، عندي 13 اللي هي سرعه الغالق. أيوة. وعندي 3.5 فتحه العدسه. هذه اي كاميرا تفتحها تضغط على المنيو تظهر لك هذه القائمه المفروض؟ كل الكاميرات الاحترافيه فيها هذه. انزين، وهذا اللي يميزها. طيب طيب، اذا بنتكلم عن فتحه العدسه وش هي بالضبط؟ هي نفس حدقه العين البشريه. صح. هي طبعا تكبر لما نكون في مكان مظلم، بحيث تدخل كمية إضاءة أكثر على أساس توضح الرؤية عندنا. لما يكون المكان مظلم. مظلم. يعني كل ما خفت الإضاءة تكبر هي، حتى نلاحظها أحيانا. صح. في مكان مظلم تكبر بحيث تدخل كمية إضاءة أكبر. زين. على أساس نقدر نشوف المشهد. زين. وبالعكس لما نكون في مكان منور تصغر. زين. بحيث تقلل من كمية الإضاءة اللي داخلها. داخل. أيوة. ففي الكاميرا نفس الطريقه، نفس الفكره. عندي نفس الفكره، عندي فتحه العدسه كل ما كبرت دخلت كميه اضاءه اكبر، وكل ما صغرت دخلت كميه فتحه إضاءة. العدسه، فتحه العدسه. فانت يعني من خلال الاعدادات الخاصه اللي شفناها قبل شويه، بس انت ذكرت كلمه الغالق. ايوه، هذا الغالق شيء ثاني. شيء ثاني الحين، هذه العدسه. هذه العدسه. زين، واللي انت ذكرت لي كانت 35 تقريبا مكتوبه، كانت هي 3.5. 3.5 3.5. ايوه، بالنسبه للعدسه كل عدسه لها حجم معين من فتحه العدسه. طيب بس احنا نركز شوي على العدسه، نركز شوي على العدسه، نركز على العدسه ممكن. زين، فكل عدسه لها رقم معين لفتحه العدسه، كل ما كان الرقم صغير معناته الفتحه اكبر، فتحه العدسه اكبر معناته كميه الاضاءه اللي داخل الكاميرا بتكون اكبر. نعم، والعكس. فدائما العدسات اللي لها رقم صغير فتحه عدسه اكبر تعتبر الافضل. نعم، يعني مثل ما نشوف الحين هذه، لما نشوفها بهالطريقه شو معناتها الحين؟ هي ما توضح من داخل العدسه. ايوه، في فتحه العدسه. نعم، كل ما كان الرقم صغير لما احنا نشوفها من هنا، انت عندك الخيار والارقام اللي موجوده هنا، هذه لها دخل؟ هذه اللي هي الزوم. هذه الزوم. ايوه، التقريب. هذه بالنسبه عمليه التقريب. تقريب بالضبط. طيب، اما العدسه من الداخل عمليه التحكم بها عن طريق القائمه، عن طريق اللي موجوده الكاميرا. من الخلف بالضبط، عن طريق الكاميرا. حلو. وايش وظيفه فتحه العدسه؟ كل ما كانت كبيره، كل ما دخلت كميه اضاءه اكبر للكاميرا. نعم. كل ما كانت الصوره باضاءه اكثر. جميل. والعكس صحيح. نعم. احيانا نكون مثلا في وقت الظهر الاضاءه تكون عاليه. نعم. نضطر ان نخلي فتحه العدسه صغيره. نعم، مثل ما واضح بالنسبة للمشاهدين عندك على الشاشة الحين. على الشاشة. نعم، كل ما كانت الفتحة كبيرة كل ما كانت كمية الإضاءة أكبر. والعكس صحيح. جميل. كل ما صغرت قلت الإضاءة. إذا حسب ما تكلمنا في الحلقة الماضية، قلنا من الأساسيات، أساسيات التصوير، أن نوصل للإضاءة المناسبة. صح. طيب عشان نوصل للإضاءة المناسبة عندي ثلاثة أشياء اللي هي ذكرناها، فتحة العدسة وسرعة الغالق والآيزو. جميل. هذه يسموها المثلث، مثلث التعريض. التعريض مقصود به الإضاءة. حلو. فعندي مثلث التعريض عبارة عن ثلاث حاجات. نعم. إذا عرفت أتحكم بثلاث حاجات هذه قدرت أستخرج صورة بإضاءة مناسبة. طبعا اللي يستخدم كاميرا الديجيتال الرقمية
وينتقل الكاميرا الاحترافية بدون ما يقرأ عنها راح يجد صعوبة. لأن مثل ما تفضلت يعني أنت لازم تحدد سرعة يعني حجم العدسة والإضاءة اللي راح تدخل. أيوة فيها بالضبط. ولكن هي بشكل افتراضي بشكل افتراضي. أيوة. يعني العدسة تكون أساسا فيها فتحة معينة قياسية ولا لا المصور لا, لا لازم المصور هو اللي لازم يتحكم بها هو بشكل دائم أو أنه يخليه تلقائي مثلا الكاميرا هي اللي تتحكم. إذن على أي أساس هو يعرف مثلا أنه يحطها 3.5 ولا 3.0 مثلا أو 4.0 ولا 2.3 مثلا على أي أساس هو يخليها؟ كل المصورين لازم يقربوا في البداية صورة واحدة يشوفوا الإضاءة مناسبة ولا لا. إذا كانت ما مناسبة يضطر مثلا يكبروا فتحة العدسة. عشان كذا هم تلاقيهم لما تصور بعدين تلاقي يشوفه بعدين يرجع مرة ثانية. بالضبط. هذيك يعني الحركة لما يشوفه بسرعة معناته انه يشوف الإضاءة. أيوة. يعني ما ممكن من أول صورة أنت تحصل على الصورة المناسبة، لازم أكثر من صورة بحيث توصل للإضاءة المناسبة. وطبعا المصورين المحترفين المتقدمين خلاص يقدر يميز على حسب التعود يعني. يقدر يوصل لدرجة قريبة جدا من الإضاءة المناسبة. واضح. أيوة. واضح شيء جميل جدا. هي بالنسبة لفتحة العدسة، طبعا فتحة العدسة لها وظيفة أخرى. نعم. غير الإضاءة لها وظيفة أخرى اللي هي مثل ما نحن شايفين على الشاشة حاليا اللي هي العزل. لو نلاحظ الصورة اللي على اليمين. أيوة اللي تأشر عليها بالماوس الحين. أيوة بالماوس. جميع السيارات واضحة عندي. صح. جميع السيارات واضحة. أيوة. أما الصورة اللي على اليسار السيارة الأولى واضحة الثانية نوعا ما غير واضحة. أيوة. اللي في الأخير ما واضحة أبدا. يسموه بلار هذا. بلار. أيوة. بلار بالإنجليزي. فكيف وبالعربي عزل كيف أنا أعزل الخلفية عن المشهد. نعم. فباستخدام فتحة العدسة كل ما كانت الفتحة كبيرة كل ما قدرت أعزل أكثر الصورة. وش وظيفتها هذه؟ لو تلاحظ استخدموها في المجلات أو أحيانا لما يصوروا بعض الأغذية الإعلانية مثلا يركز على جزء معين موضوع معين والباقي واللي في الخلف في عزل. أيوة. في عزل. فباستخدام فتحة العدسة إذن فتحة العدسة لها وظيفتين. نعم. أول شيء الإضاءة إدخال أكبر كمية من الإضاءة. الوظيفة الثانية العزل. جميل. بالنسبة لفتحة العدسة هذا مثال آخر لنفس النقطة اللي هي فتحة العدسة. لو نلاحظ الصورة اللي على اليمين عندي عزل قوي. نعم. فالزهرة هذه واضحة ما في تشتيت. بالنسبة للصورة الثانية نفس المشهد بس بفتحة عدسة أصغر حتى الخلفية واضحة بالنسبة لي ما في عزل. نعم. إذن هي وظيفتها العزل فتحة العدسة أيضا يعني تدخل في الموضوع. بس هي عملية أنك تقوم بالعزل حقها خيار خاص آخر غير العدسة في عملية التضبيط ولا أنت مثلا خلاص لما أثناء عملية التصوير بالنفس. طيب ناخذ بس الاتصال أول. صابر مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخي العبد الله؟ حياك الله يا أهلا وسهلا. كيف صحتك بخير؟ الحمد لله رب العالمين. مسي عليك ومسي على ضيفك العزيز. الله يسلمك ويعافيك يا رب. عرفني عليك. علي الفارسي معك. حياك يا الفارسي تفضل يا علي. بغيت أسأل ضيفك أنا كل ما أصور أي صور مثلا حتى لو كان مثلا الإضاءة كانت مناسبة أو شيء بعد تطلع الصور مهتزة. تطلع الصور؟ مهتزة ويعني فيها ما فيها تركيز او فوكس. زين طيب علي ايش نوع الكاميرا انت تستخدم كاميرا احترافيه ولا كاميرا رقميه؟ لا احترافيه. احترافيه. في سؤال تحب تسال الضيف صابر؟ لا بس واضح سؤاله. واضح سؤال. واضح سؤاله. علي عندك شيء ثاني بعد تحب تضيفه؟ اي بس حبيت اجاوب على السؤال الحلقه اذا كان ممكن. تفضل عزيزي قول. بالنسبه للهارد ديسك انا احب استخدم الهارد ديسك الخارجي. ايوه. اللي موصول بالكهرباء. اللي موصول بالكهرباء ويكون ثابت في مكان واحد. يكون ثابت لصعوبة يعني صعوبة نقله من مكان لمكان. أو بهذه الطريقة تحس أنك أنت الكهرباء ما دام ثابتة وأنه موجود في مكان معين فبياناتك ممكن تظل لفترة طويلة. أي صح؟ أيوة أكيد أكيد. أما بالنسبة للهارد ديسك اللي هو المتنقل اللي عن طريق اليو اس بي أحس هذا إذا طاح أو شيء صار له شيء راح البيانات كلها. ما طبعا الفلاش ميموري أنت ما تثق فيها؟ لا لا أكيد أكيد. الفلاش ميموري أي فيروس بسيط راح يدمره يعني. والإنترنت علي؟ الانترنت مش البيانات الصوره المهمه يعني امرات نكون ما عندك نت في مكان معين انت محتاجه. أيوة. او شيء. ايوه فافضل ان هذا الهارد ديسك الثابت يعني. تسلم يا علي. تسلم يا علي. تمام يا اخي يعطيك العافيه علي. حياك الله. حياك الله يسلمك. شو تقول له يا صابر؟ بالنسبه لسؤال الاستاذ علي هي. ان الصوره تطلع مهزوزه نوعا ما. نعم. هذه لها علاقه بشتر سبيد او سرعه الغالق. سرعه الغالق. سرعه الغالق. سرعة الغالق كل ما كان بطيء كل ما عمل اهتزاز في الصورة.
فهمت عليك. اذا ما يعني اذا بستخدم الشتر البطيء او شو اسمه سرعه الغالق بطيئه، نعم، لازم استخدم الحامل الثلاثي لانه بايدي عليك. استحاله ان معناته انه هو حتى لما بغي يصور لو كانت حتى الصوره صوره سريعه، مش القصد منها انها تكون صوره عفوا يعني مثلا بتاخذ فتره زمنيه، اذا كان الاعدادات الخاصه بالشتر اللي هو الغالق بالضبط. بطيئه آه. فبالتالي راح تظهر الصوره مهزوزة. ولها استخداماتها طبعا. زين انا عليك نور، لكن الحين ايش اللي نصيحتك حق علي؟ يعني يعدل سرعه الغالق اللي عنده يركز عليها؟ يعتمد احيانا مثلا الاضاءه، متى احنا نبطئ سرعه الغالق؟ لما تكون الاضاءه ضعيفه نحتاج ان نبطئ السرعه على اساس تدخل كميه اضاءه اكبر. صح ايوه. فاذا الاضاءه عنده ضعيفه على سبيل المثال، اول حاجه فتحه العدسه نخليها اوسع ما يمكن بحيث تدخل كميه اضاءه اكبر. والشتر بالنسبه الغالق. للشتر احيانا ما نقدر، يعني على سبيل المثال انا في مناسبه اي عند الاضاءه ضعيفه اي استخدم فتحه عدسه اوسع ما يمكن. زين الاحظ ان الاضاءه بعدها ضعيفه. نعم. بالنسبه لسرعه الغالق ما اقدر ابطئها كثير لان الناس بيظهروا مهزوزين. صح. فعندي حد معين اني اقدر اوصل له بالنسبه لسرعه الغالق. نعم. عندي الحل الثالث اللي هو الايزو، استخدام الايزو. الايزو رفع حساسيه متحسس الضوء. نعم. ارفع من حساسيته. ايوه بنتكلم عنه في هذا. جميل. معناته ان انت تقول علي ان السبب في 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 اهتزاز الصور اللي موجوده عندك ان سرعه الغالق اللي موجوده بطيئة. عندك بطيئه بالضبط. الشغله الثانيه يمكن يعني لو فرضنا انه هو مصور غير محترف وهاوي فهو ما منتبه ان سرعه ان الغالق شويه عنده بطيء، فبالتالي اذا عدل سرعه الغالق ممكن تتعدل المشكله اللي موجوده عنده. بالضبط. هذه واحده. الشغله الثانيه انه هو اذا بيستخدم شتر بطيء لازم يستخدم حامل ثلاثي. ما يستخدم حامل ثلاثي. اتمنى اخوي علي تكون وضحت عندك الفكره. صابر يقول لك الشتر الغالق. طيب بالضبط. انزين تفضل. اذا عرفنا الحين فتحه العدسه وظيفتها ادخال كميه اضاءه اكبر وعزل الموضوع عن الخلفيه. جميل. بنتكلم عن سرعه الغالق. نعم. وطبعا هذا حسب سؤال علي. بالنسبه لسرعه الغالق هي عباره عن مثل الباب. الباب كل ما كان مفتوح لفتره طويله دخل كمية إضاءة أكبر، في نفس الوقت يقرأ المشهد بالكامل. صح. يعني مثل ما ذكرنا في الحلقة الأولى أن الضوء عبارة عن فوتونات. صح. فالباب لما يكون مفتوح لفترة طويلة الفوتونات تدخل، فالمشهد بالكامل راح يتكرر في المتحسس الضوء، فراح يقرأ المشهد حسب الوقت اللي نحن خصصناه في شتر سبيد. جميل. أو سرعة الغالق. نعم. نلاحظ الصورة مثلا هنا عندنا في الشاشة. ناخذ الشاشة. صورتين. ايوه. لنفس المشهد بالضبط، الفرق. صح. في سرعة الغالق. نعم. فمتى احنا نستخدم سرعة الغالق البطيئة؟ نفس عشان الصورة. عشان تاخذ الصورة اللي فوق. ايوه، هنا يظهر الماي بشكل انسيابي أكثر. لو تلاحظ تصوير الشلالات وغيرها. أيوة. تكون انسيابية أكثر. ليش؟ صح. لأن استخدمنا غالق بطيء. واضح. أو شتر سبيد بطيء. أيوة. باستخدام الحامل الثلاثي، لابد من استخدام الحامل الثلاثي. نعم. لأن الصورة كلها الصخور هذه يعني بتطلع مهزوزة. يعني لما تقول الحامل الثلاثي كم زمن التصوير كان؟ يعتمد. ثواني. يعتمد. ثواني. ثواني بالضبط. ثواني يعني أحياناً ثانية ثانيتين أو أجزاء من الثانية. بالضبط. يعني أحيانا ممكن حتى 10 ثواني تحصل مشهد نفس الصورة. أيوه. ثبت 10 ثواني يعني واحد. لا ممكن. اثنين. ممكن تتحكم حتى. أربعة خمسة تقعد 10 ثواني لين الصورة تأخذ. أيوه هي كلها تقرأ. طول هذه الفترة هي تقرأ. الكاميرا تقرأ. المشهد بالكامل. أيوه. فسقوط الماء يعني من فترة سقوطه لحد. نزوله. الكاميرا هي تقرأ المشهد بالكامل. واضح. فيظهر. واضح. تظهر القطرة على شكل خط. نعم. نعم. بنلاحظ أكثر في المثال الثاني. حسب ما نشاهد في الشاشة. نشوف المثال الثاني. طيب راح ناخذ. ايوه هذا واضح عندك سرعه الغالق. ايوه هنا عندي سرعه الغالق بطيء جدا. فيقرا المشهد بالكامل، اضواء السيارات من اول ما بدت في الصوره لحد نهايتها. نعم. ايوه اذا هذه من ضمن استخدامات سرعه الغالق. جميل. اذا كل ما كانت بطيئه كل ما دخلت اضاءه اكبر للكاميرا. واضح. بالتالي. نعم. لازم فتحه العدسه تكون ضيقه على اساس اوصل للصوره او الاضاءه المناسبه. نعم. جميل. في علاقة عكسية بين فتحة العدسة وسرعة الغالق. علاقة عكسية. علاقة عكسية. يعني كل ما كانت الفتحة كبيرة، فتحة العدسة كبيرة، يحتاج أن السرعة تكون أسرع. سرعة الغالق تكون أسرع عشان أوصل للإضاءة المناسبة. والعكس صحيح. والعكس صحيح. والعكس صحيح. نعم. طيب. شوف العلاقة ما بين العدسة والشتر كيف. أيوة عكسية. اللي هو الغالق. أيوة. بالضبط. لأن هذا يدخل إضاءة وهذاك الثاني اللي هو يعني
يتسبب في شده دخول الضوء والوضوح في نفس الوقت. بالضبط. زين. مثال اخر الاستخدامات سرعه الغلق. دائما احنا نشاهد مثلا صور سيارات خاصه في اعلانات السيارات، نلاحظ ان السياره يعني واضحه بس خلفيه السياره غير واضحه، عباره عن خطوط مثل ما نشاهد الحين في الشاشه. نعم صح. هني في عزل؟ عزل بسيط، لكن هنا سرعه الغلق هو اللي يتحكم في الموضوع. جميل. وطبعا تصوير مثل هذه الحركه نحتاج سيارتين، سياره تكون فيها الكاميرا والسياره الثانيه طبعا تسرع ويكونوا نفس السرعه. نعم. على سبيل المثال 40 و40. واضح نفس السرعه. لا نفس السرعه ليش؟ لان هذه الصوره اللي نحن محتاجين نصورها بتكون ثابته بالنسبه للكاميرا، لان نفس السرعه تقريبا سيارتين. نعم. فبتكون ثابته بالنسبه للكاميرا، اما المشهد اللي في الخلف راح يكون متحرك. نعم. فتظهر الصوره عندنا بهذا الشكل. هذه من ضمن استخدامات سرعة الغلق. بس صورة جميلة. استخدامات كثيرة جدا سرعة الغلق. نعم. العنصر الثالث. نعم. معك. اللي هو الايزو. الايزو المقصود به رفع حساسية متحسس الضوء. السنسر. أرفع من حساسيته. نعم. لما أكون في مكان مظلم أو خاصة في التصوير الليلي. أضطر أستخدم الايزو العالي، بس عيب الايزو العالي انه يعمل لي حبيبات في الصوره نويز. ايوه ما اعرف اذا ما هي واضحه الحين على الشاشه. ايوه يعني الصوره اللي على اليمين هي اضاءه تعتبر عاليه لاني رفعت الايزو. أيوة. بس بالتالي من ضمن العيوب انه راح تكون في حبيبات، لان الايزو يعتبر معالجه الكترونيه بحكم عشان ترفع درجه الاضاءه، ارفع الحساسيه. ايوه فكل بيكسل راح يكون حساس اكثر للضوء. نعم. بس العيوب هي هذه الحبيبات او النويز. جميل. فهذا يعتبر الخيار الاخير بالنسبه لرفع الاضاءه في الصوره. جميل جدا. ايوه جميل جدا. فهذا يعتبر المثلث، يسمى مثلث التعريض، اللي هو فتحه العدسه، سرعه الغالق، والايزو. وعندي طبعا خيارات اخرى. هذه بس مثل هذه الصور طبعا ما بالكاميرات الاحترافيه، الكاميرات الرقميه ما ممكن انك انت تتحكم فيها بحيث انك انت ممكن تعطيك صوره مثلها. الا ان نلاحظ يمكن في بعض المؤثرات بدات تدخل الحين على الكاميرات الرقميه تساعدك على خلق الصور بهذه الطريقه. في الحلقات الماضيه تكلمنا عن اللي هي كاميرا سوني، هي تعتبر رقميه بس فيها هذه الخصائص اللي هي ممكن اتحكم سرعه الغلق وفتحه العدسه، ممكن اغير العدسات، ففي النهايه تعطيني نفس النتائج. ولو نحن قاعدين نشوف ايضا حتى يعني اليوم انت شفت التليفون اللي استعرضناه قبل شويه في عدسه تنكس، ممكن هي تقرب يعني داخل التليفون. أيوة بالنفس مع 16 ميجا بكسل، هي تعتبر كاميرا وفيها تليفون. يعني ممكن صح. أيوة زين. وفي نفس الوقت ان انت ممكن تحصل عندك الخيار اللي موجود كمؤثرات، ان لاحظنا ان في بعض الاشياء ممكن تكون مثل الصور اللي شفتها مال السياره. ايوه ممكن ان هي كتاثير رقمي يعني يطلع ممكن كقالب ممكن. يعني مش اساسي حقيقي صح. ولكن ممكن يخلق لك اياها دون الحاجه للتصوير الاحترافي. بالضبط. ولكن يبقى التصوير الاحترافي هو الاساس، ودرجه الأساس. النقاوه في الصوره افضل بكثير. صح. يعني صح انك انت تخلقها بنفسك الصوره. بالضبط. بالضبط. جميل جدا. احنا يعني وقتنا معك صابر يعني شارف على الانتهاء تقريبا. يعطيك فعلا الف عافيه، معلومات جدا قيمه، ونتمنى المزيد ان شاء الله من خلال الحلقات القادمه باذن الله. انا باسمكم مشاهدينا اشكر زميلي صابر الكيومي وفقره التصوير اللي قدم من خلالها اليوم نبذه جدا جميله يعني عن العدسه، عن الغالق، المثلث الجميل اللي انت ذكرته قبل شويه اللي هو مثلث التعريض، وكيف الواحد فعلا يقدر انه هو يخلق صور احترافيه يقدر طبعا يفتخر فيها انه هو قام بعمليه طبعاً. تصويرها طبعاً. شكرا لك صابر، يعطيك الف عافيه. مستمرين معاكم مع برنامجكم رقميات مشاهدينا الاحبه. فاصل قصير ونرجع نتواصل في هذا المساء التقني.
نجدد التحية والترحيب فيكم مشاهدينا الأحبة وين ما كنتم تتابعون تلفزيون سلطنة عمان وبرنامجنا رقميات، وأشكر طبعا كل من يتواصل معنا في الوقت الحالي من خلال الرسائل النصية القصيرة. ونحب نذكر ونقول دائما لا تنسوا تحطوا أسماءكم، لأنه فعلا عندنا رسائل كثيرة، وأهم شيء أن الكل يعني يدخل معنا في السحب على الهاتف الذكي المقدم من مؤسسة الدرهم. بشكل سريع، وليد أحمد الكلباني يقول شركة أبل تعطيك مساحة 5 جيبي على الكلاود، فهو يفضل أن يخزن ملفاته عليها. أيضا من خلال يعني أعطيكم أمثلة فقط على المشاركات اللي موجودة عندنا. محمد بن سعيد الشهيمي يقول أنا أفضل القرص الصلب الخارجي لأنه ذو سعة أكبر من الفلاش، وأستطيع أن أحتفظ بالبيانات دون وصول من يستخدم الجهاز إليها وسهل النقل. يعني في ناس تفضل الأقراص الخارجية الهاردسكات العادية على الفلاش ديسك. طبعا الفلاش ديسك مع بالنسبة للتوثيق، لاحظوا أن سؤالنا يقول للتوثيق الملفات يعني الاحتفاظ فيها لفترات طويلة. في أيضا فيعني الفلاش ديسك طالعة أوت، يعني طالعة برا بما يختص طبعا بالأفضلية. نشوف أيضا بعض المشاركات. خالد السعيد الحراس يقول أنا أخزن الصور والملفات على الدروب بوكس لضمان عدم فقد الملفات، ولأنه يمكنني تنزيل أي ملف أو أي صورة في أي وقت ومكان. الدروب بوكس طبعا من الخدمات السحابية اللي موجودة، يعني توفرنا مساحة تخزينية على الانترنت كشركة، أنت تستأجر عندها المساحة التخزينية وتخزن ملفاتك عليها. سعيد المعمر يقول القرص السي دي، أقراص السي دي، لأن تكلفة أقل مع حفظ الملفات في أكثر من قرص. ولو أنا شوي مو وياك، لأن الأقراص الصلبة شديدة، الأقراص اللي هي المدمجة اللي هي السي ديز تتأثر بشكل كبير يعني بالعوامل، الطقس، حرارة، موجات كهرومغناطيسية، حطيت تليفون يمها يم كهرباء، ممكن هي تتأثر وتتلف. محمود محمد الهنائي يقول أنا أفضل الجوجل درايف، الجوجل درايف لأن سهولة استخدامه وسرعة، وأقدر أوصل له من أي مكان بدون أي مشاكل. شوف يعني الناس الحين عينات سريعة كذا خضينا من الرسائل ما بين الأقراص الخارجية وما بين اللي هي سالفة المساحات التخزينية اللي موجودة على الانترنت. طبعا اللي حاب يتواصل معنا الآن احنا نرحب فيه مشاهدينا الأحبة على رقم الهاتف اللي تشوفونه على الشاشة، وأيضا من خلال رسائل نصية القصيرة على 90484 على 90484. وأحب أذكر بسؤال حلقتنا لليوم، ما نوع أداة التخزين التي تثق بها لتوثيق ملفاتك؟ ما نوع أداة التخزين التي تثق فيها لتوثيق ملفاتك عشان تحتفظ فيها لفترة طويلة، ولماذا؟ يا تتصل يا ترسل على 90484. الآن طبعا مع زميلي خالد بن سلمان البلوشي وفقرة التطبيقات والبرمجيات. مساك الله بالخير يا خالد. الله يمسيك بالخير. طولت عليك شوي؟ لا خذ راحتك. أخذ راحتك. خالد إيش رأيك بسؤال اليوم؟ هو تبا يعني انت ايش رايك؟ اي انا شخصيا استخدم الاقراص الكبيره اللي توصل في البيت، يعني تكون موصله بالكهرباء، هذا للتوثيق. يعني انك بتحط ملفات خلاص يعني بترجع لها تقول يمكن في الشهر مره او في 6 شهور مره. هذا بالنسبه للملفات بشكل عام. لكن بالنسبه للصور افضل الانترنت اكثر. زين اي مثل دروب بوكس. زين شو الفائده انك انت مثلا كمستندات ما تخزنها مثلا على الانترنت؟ ليش مش مستندات؟ تعرف انا المستندات اللي استخدمها بشكل مستمر اخزنها على الانترنت، لكن اذا نتكلم عن مثلا مجموعه افلام انت مخزنها عندك، ايوه صور قديمه جدا، مالتي ميديا، ايوه صور قديمه جدا، اوراق انت عاملهم سكان وما راح ترجع لهم يمكن لفترات طويله، أيوة. فنفس هذه اللي اخزنها في على هارد ديسك بالكهرباء. ايوه بالضبط. وطبعا الهارد ديسك اللي يشتغل على الكهرباء اضمن من الهارد ديسك المتنقل. اي بالضبط، هذا لان اصلا اول شيء يقعد في مكان واحد ما صح حركه، فتضمن انه هو ما يتاثر باي عوامل خارجيه. ايوه وتوصله بالكهرباء. حتى الحين النوعيات الجديده صارت توصلها بالكهرباء ما تشتغل الا اذا ركبتها على اليو اس بي، يعني أيوة. تظل الكهرباء مفصوله عنها، بس عليك. تحطها في اليو اس بي تبدا تشتغل. هذا طبعا على اساس عشان
تعرف لنا شدة التيار عشان ما تنزل وترتفع في نفس الوقت، فبالتالي ممكن تأثر على الهاردسك على الفترات الطويلة. أيوة. ولا عشان ما يظل بعد شغال يدور. ولو أني أنا أتوقع أن فيها منظم كهربائي. لا هو بعد نفس الشيء، الفكرة أنه بدل ما أول ما تشغل الزر أنت يمكن مركب واير الكهرباء فيظل الهاردسك يدور وشغال. صح. يعني ينتظرك. صح. بس حب بيانات. صح. هذا لا يخليه طافي كأنه يعني ستاند باي أو سليب، اول ما تركب على الجهاز يبدا يشتغل يقوم. ايوه تسمع الصوت يعني. طيب طيب جميل جدا والله، يعني جوابك دبلوماسي وحلو وما يزعل احد. اللي يستخدم هارد ديسك ترى يستخدم هارد ديسك، اللي يستخدم الانترنت ترى خلاص يستخدم. لكن هي سالفه البورتبل هذول الصغار انا صراحه اغلب الناس يعني انصحهم انه هذه يمكن عشان نقل ملفات اكثر من انها من توثيق ملفات، فلا توثق عليها. بالضبط. وحتى استغرب يعني في ناس اللي يشتري لك 2 تيرا او 1 تيرا ومتنقل. اي كثير 2 تيرا 1 تيرا، وحتى احتماليه انه اذا اخترب تضيع ملفات اكثر. تعرف هذه نقطه جدا مهمه خالد، يعني انت تفضلت فيها لان الشركات بدات تتباهى الان بالمساحات التخزينيه الكبيره. بالضبط. يعني انت عندك مثل هذا الهارد ديسك الحين، يعني هذا عندنا الحين هارد ديسك موجود، هارد ديسك يك مثل هذه القطعه 2 تيرا بايت 2000 جيجا بايت هالكبر، انزين وبعدين هذه ال 2000 جيجا بايت شو الكهرباء اللي تشغلها ومن وين تستقيها؟ بالضبط. أيوة. انزين فرضا ان قلنا حلينا المشكله وفي منظم كهربائي في الكيبل وكل شيء زين، ما ننسى ان هذا انت قاعد تشيله معك وين ما تروح. صح؟ يطيح يعني اي شيء يتحرك. أيوة. متنقل ما راح يكون امن على الملفات والبيانات. بالعكس انا احس الحين في الفتره الحاليه خلاص هذه المفروض تبدا تنقرض ويكون التوجه للاقراص الخارجيه الاس اس دي اللي هي اللي ما. أيوة. اللي ما فيها اجزاء متحركه. أيوة. وحتى لو تاخذ 128 او 256. صح. صح. الغرض نقل الملفات، نقل الملفات مش توثيق. بالضبط. فنحن لازم نركز على سرعه اكثر من حجم. جميل. صح. الهارد ديسك. الهارد ديسك جميل جدا. اليوم انت عندك تطبيقات خاصه بالانترنت. ايه. اليوم راح اتكلم عن عده مواقع، هو الهدف التطبيق اكثر من انه الموقع، لكن انا راح استعرض المواقع يمكن لسهوله العرض بالنسبه لنا على التلفزيون. مواقع. اي مواقع اكثر. مواقع خاصه بايش يعني؟ بما ان الحين موسم صيف والناس بتفكر تسافر واللي سافر اصلا خلاص. صح. طيب فراح اتكلم عن اكثر من موقع تسهل الناس عمليات الحجز، البحث عن الفنادق، البحث عن تذاكر. يمكن الهدف الاول التوعيه ان عن وجود هذه المواقع. الهدف الثاني اشجع المشاهدين يستخدمون المواقع هذه ويستخدمون يعني انهم يستخدمون الانترنت. طيب للشراء. انت الحين لما تتكلم انت سالفه انك انت تستخدم هذه المواقع عشان تسهل عليك خلينا نقول اجراءات السفر، ترتيب السفر. ايوه بالضبط. صح، لان السفر في حاجز، في سكن، في طلعات، فيها وناسه. بالضبط. فيها اكل. صح، فيها يعني رحلات مختلفه، اليوم طبيعه بعدين ملاهي بعدين بحر بعدين يعني شغلات وايد. صح. ايوه. زين هذه المواقع لاي درجه تقدر ان هي ترتب لك رحلتك؟ وهل ها يعني مكبرها. هل ها ايوه يعني لازم نركز عليها، هل يعني ايه هي راح تكون فقط عن طريق الكمبيوتر، عن طريق البراوزر اللي هو في الكمبيوتر، ولا في نسخ معينه ممكن تكون على الهواتف؟ اي بالضبط. ترى نفس ما قلت انا هدفي الاخير التطبيقات ان نحن نستخدم هذه المواقع من الهاتف كبرنامج. صح. لكن للاستعراض كخدمات راح استعمل صفحات الانترنت. يلا. ايوه يلا يعني اذا نتكلم ببدا باشهر موقع نشوف الشاشه مع بعض. يلا. اتوقع الكل يعرف الموقع هذا اللي هو booking.com. طبعا هذا مختص بحجوزات الفنادق فقط. طيب نحن نحجز الموقع، طبعا هذا مجرد ما انت تحط المدينه تحط متى رايح. مره واحده خالد زين وين تبي تروح؟ دبي. بما انك انت فاتح دبي. طيب نحن نختار مثلا تكتب المدينه اللي تريد تروح لها. أيوة. بعدين تكتب متى رايح، ان شاء الله رايحين في الاجازه هذه. أيوة. بكره روح توكل على الله. طيب وتحدد الفتره من الى وتحدد. أيوة. كم شخص. أيوة. رايح اثنين رايحين. ايوه ونضغط بحث. تلقائيا طبعا هو راح يطلع لنا قائمه الفنادق اللي موجوده بشرح بسيط للناس على اساس لما تختار فندق كيف تختار بعد. أيوة. اول شيء في عندنا نحن تقييم من الناس اللي راحوا للفندق قبل، فهذه من اول نقطه يمكن لازم نركز عليها. صح. تشوف اللي راحوا قبل ايش قالوا عن هالفندق. Very good. مجرد ما نضغط على التقييم راح نحصل حتى الكلام اللي كتبوه. ايوه. انزين ايش اللي عجبه ايش اللي ما عجبه. فالواحد ممكن ياخذ فكره انه
بما يعني يتناسب مع طبيعته. بالضبط، هو ايش يريد بالضبط يعني من الفندق اللي هو رايح. بس تحس انك انت خلاص انت المفروض تثق بوجهه نظر الناس هذه اللي كاتبه صح؟ هو تبى الصراحه كل واحد يكتب من وجهه نظره نفس ما قلت. صح، يعني مثلا يمكن واحد يريد فندق قريب من البحر وصار شوي بعيد اي ويحطها كلها سلبيه أي. فانت بالنسبه لك يمكن ما فارقه قريب من البحر ولا بعيد. صح، فتاخذ اللي انت تحس انه مناسب وتترك. يعني انا بقول لك شغله، في مره كنت بروح صلاله. ايوه زين، وما شاء الله صلاله الحين فيها منتجعات حلوه، يعني في منتجع معين انا حطيته في بالي ابي اروح له. زين، فواحد مثلا ما معطي ريت، ما معطي درجه عاليه زين. اي بالضبط. بس ليش؟ قول وين. ليش؟ لا عشان الموقع ولا عشان مثلا الاشياء الفاسيلتيز الموجوده هناك داخل، عشان لما كان طلب تنظيف ملابسه مارب. تاخروا بعد مش مارب. لا بس تاخروا يعني، فممكن شايف كيف. فيعني ايوه هني فهني نقطه ايضا ثانيه يعني، فمو بشرط يعني نشوف درجه عاليه او نازله تكون صحيحه. ادخل واقرا ايش اللي مكتوب. صح، يعني في ناس يمكن يعرف عن الدرجه لكن ما يروح يقرا التفاصيل. صح، طبعا هذا يمكن اهم شيء، بعدين نقدر نرتب نحن تسلسل الفنادق. فمعناته انت ما تقدر تعتمد 100% وايد على الريتنج. ايوه بالضبط. أيوة، نفس ما قلت يعني لازم تقرا ايش اللي مكتوب خلف التقييم. طبعا نقدر نرتب حسب السعر، حسب الموقع، حسب عدد النجوم، مستوى الفندق، او حسب الدرجات اللي يعطوها الناس للفنادق بشكل عام. فنحجز الفندق اللي نريده عن طريق الموقع هذا اول شيء. طبعا بعد ما نحجز لازم نراعي بعض الشغلات. الشغله الاولى نتاكد من ان السعر هل هو يشمل الضريبه ولا ما يشمل مثلا. زين، هل الفندق هذا يوفر الخدمات الثانيه مثلا انترنت او غيرها؟ لان في بعض الخدمات لما تحجز عن طريق بوكينج يقول لك هذه ما نوفرها نحن لان السعر اصلا رخيص، يعني احنا ننزل لك السعر بحيث انك انت تستغني عن بعض الخدمات مثل الانترنت واشياء اخرى. انا لاحظت خالد ان في بعض المواقع تعرف شو تسوي، يعني في موقع ثاني احنا نستخدم ايضا اسمه اجودا. ايوه زين زين هذا بعد واحد من المواقع، هذا ميزته انه يعطيك بوينت لكل فندق، كل ما تحجز وكل ما تروح تجمع نقاط، وهذه النقاط تتحول حق فلوس بعدين وتصير كانها تخفيض يعني بعدين. يا تخفيض يا حجز كامل، يعني مثلا انت بغيت يعني لو ولفت مثلا نقاط كثيره عرفت على حسب الفندق اللي انت حجزت فيه. أيوة. زين، فتعرف تتيمع عندك احيانا ممكن تطلع لك ليله او ليلتين مجانيه مع الليله اللي انت راح تسكنها يعني. عرفت؟ ممتاز. في بعض الاشخاص يعني اعرفهم زين يقولون حق الشباب قبل لا تروحون خلوني انا احجز لكم عشان نجمع النقاط. ما يعرفون ليش، ليش ايش هالخدمه؟ ايش هالخدوم هذا اللي يحب يخدمنا؟ زين، وتلاقي الناس زحمه عليه، ها يعني تلاقي والله يعني الحين في هالفتره على اساس انه هو يعني خبره في الحجوزات وكذا يروحون ليقعدون معاه على اساس انه يحجز لهم. ويحجز لكم. وهو يقوم يحجز لهم صحيح، زين هو صح يخدمهم بس في نفس الوقت هو البوينتس كلها تنصرف في الاكونت ماله. هو حطيت الموقع انا في الشاشه اذا ممكن نشوفه. بالنسبه للمشاهدين طبعا كل المواقع اللي راح نتكلم عنها اليوم راح احطها في صفحه الفيسبوك. ايوه هذا 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 بعد مال البوينت مال النقاط صح. أيوة. فهذا الموقع الثاني اللي قال عنه عبد الله. انا بعد هم بوكينج دوت كوم انا موجود معه. زين، فيرسلوا لك خالد العروض اللي تكون عندهم اللي هي ايش يسمونها سيكريت ديل. سيكريت ديل سكرت ديل ما يوصل حق اي احد، يوصل حق انت يعتمد عليك ايش كثر تحجز عندهم، فيوصل عند ناس كثيرين يعني. طبعا هو ما حقه يعني شخص معين لكن اسعار وايد نازله يعني، سواء كان يعني على مستوى الفنادق اللي هنا في المنطقه في شرق اسيا او حتى على مستوى اوروبا يعني. فيعني هذه المواقع ممكن توفر لنا اسعار انسب. بالنسبه زين لطريقه الشراء، يعني لما الواحد يريد يحجز نفس الشيء حاب انبه على النقطه انه لما تحجز في موقع بوكينج لازم نتاكد من شغله انه هل راح يخصم الفلوس الحين ولا راح يخصمهم بعدين، لان عاده نحن لما نحط البطاقه الائتمانيه او البطاقه البنكيه هو عاده ما يقبل البطاقات العاديه اللي هي الديبت، يعني لازم تكون كريدت بس مرات تمشي. صح. ايوه، ف هم لما ياخذون البطاقه تكون للضمان فقط مش لخصم السعر، لكن بعض الفنادق يكتب لك اني انا راح اخصم من البدايه لما يكون اللي يسمونها الفيكست برايس اللي هي مش فليكسبل. فلازم نتاكد من هالنقاط قبل ان نحجز. بعدين عاد الواحد لما يروح الفندق يطلبون منه يدفع هناك مره ثانيه. هو يعني هو يتم حجز المبلغ. اي يتم حجز المبلغ. حجز المبلغ، هي مش دفع. مش يعني دفع بالضبط. احنا نعطيهم الكريدت كارد هم يحجزون صح؟
اتوقع أيوة. كذا يحجز حسب ترى حسب الموقع تروح هناك تبيهم ياخذون المبلغ اللي حجزه ولا تقول لا ردوا لي الكريدت كارد بدفع لكم كاش ايوه حسب الفندق بصراحه لكن النقطه النهائيه اللي حاب اوصلها انه لازم نقرا الـ القواعد بالتفصيل يعني لازم تقرا كل شيء قبل لا تحجز مش انه نحجز كل شيء وخلاص نكمل وتلاحظ ما في البعض يعطيك الخيار انك انت وانس انك انت تحجز لما تحجز مره واحده خلاص ما تقدر ترجع مره ثانيه ايوه وفي البعض اذا غيرت رايك لا ترجع تقدر ترجع فهم أيوة. يكتبون بالضبط فلازم الواحد يقرا يدقق في الاشياء يا ريت لو نستعرض هالاشياء خالد بحيث انها تكون واضحه خلينا نختار مثلا هذا الفندق الاول ما اعرف ايش بس جديده خالد ايوه نروح انزين بنروح نحجز عوض شعبك ايوه طيب فنختار مثلا نختار هذه الغرفه واضغط الى أيوة. اضغط بوك ايوه يعني مثلا مثال هنا لاحظ ما يعطيك بالعمله المحليه ها ايوه حسب المكان اللي انت فيه طيب هنا لو نلاحظ على اليمين عندنا شيء اسمه بوكينج كونديشنز اللي هي قواعد الحجز او شروط الحجز نعم طيب فلما نضغط عليها راح يطلع لنا التفاصيل اللي هي متى التشيك ان متى التشيك اوت اذا مثلا عندك شخص اضافي كم تدفع يعطيك التفاصيل هذه فانا انصح كثير ان الواحد يقرا هذه هل الضريبه تم شملها في السعر ولا لا لان هذه تفرق كثير يعني مرات الضريبه نفس هذا الفندق توصل 20% فترفع ايوه هني كاتب ان اتس اكسكلود يعني غير ما تشمل ف 20% من 60 ريال تطلع تقريبا مال 10 ريال صح تفرق معك صح فلازم ندقق على هذه النقاط ونتاكد قبل لا نحجز هنا عاد تعبي بياناتك وتحط بعدين بيطلب منك رقم البطاقه وتحجز تلاحظ ان مثل هذه المواقع خالد يعني صارت الحين في الفتره الاخيره في منافسه شديده ما بينها بالضبط الفكره من الموضوع كله يعني على حسب بعض المعلومات يعني وبعض القراءات ان هذه شركات عالميه اساسا تشتري الغرف هذه في الفنادق هذه هي عشان كذا انت تلاحظ نفسك انك انت لما تيجي تشتري يعني تاخذ تحجز عن طريقهم تحصل ان قيمه الحجز اقل عن قيمته هناك بالضبط فهذا اللي تستغرب منه لان هي خلاص مشتراية اصلا ولو ما تستغرب مرات لما تجي في الموقع يقول لك فل بس اذا تروح الفندق يقول لك لا في عندنا في صح فبالنسبه صح للموقع فل لان اللي هو حاجزهم خلاص ايوه راحوا كلهم خلاص لكن في الفندق نفسه تلاقي موجود طيب في موقع ثاني بعد حاب اتكلم عنه على السريع اللي هو موقع اذا نشوفه في الشاشه اسمه اكسبيديا أيوة. اكسبيديا فكرته للتذاكر بشكل عام طبعا انت تحط وين رايح مثلا من وين طالع اللي هو نقول مثلا مسقط ورايح دبي عشان عبد الله طيب سمعنا يعني عشان استانست انت لما شفت هناك دبي طيب فنحط مثلا متى رايح متى راجع لا هلا شو طيب المميز في الموقع تقدر تدور بس تذاكر او تذاكر وفنادق نفس الوقت صح. لكن بالنسبه للتذاكر هو شو يسوي يروح يشوف كل شركات الطيران ويعطيك اياهم بالترتيب من ارخص شركه الى اغلى شركه لو مثل ما نشوف الحين ايوه يعني انا اخر شيء اتوقع انه يطلع لي سويس اير انا الطيران السويسري كاول خيار عاده ايوه طبعا هنا عاد يعطينا بالترتيب من ارخص شركه للاغلى ويعطيك كم هذا حق وين؟ كم وقفه لدبي؟ من وين؟ من مسقط ب 152 204 دولار سوري دولار ايوه بعد حتى بالدولار غالي على فكره بعده غالي ايوه طبعا هذا ما يشمل كل شركات الطيران بس عشان تدري ليش غالي على اساس انت بتروح الليله ما ادري باكر اي باكر حاطه انا ايوه خلاص يعني انت انزين فهو طبعا ما في كل شركات الطيران لكن ممكن نحن نشوف اللي مسجلين عندهم على الاقل كشركات موجوده عندهم طبعا غير الفندق والتذاكر ممكن ايضا نشوف حتى سيارات الاجره اللي هي الايجار أيوة. ممكن ناخذها فكره هذا طبعا نفس بوكينج يعتبر كوسيط ايوه اكسبيديا كوسيط انت هو يعني تدفع عنده كضمان بعدين تروح تستلم التذكره بشكل نهائي اخر موقع اللي حاب نفس الشيء اتكلم عنه في موقع اسمه كلير تريب موقع كلير تريب نفس الفكره نفس فكره التذاكر والفنادق يحجز لك اياهم الفرق بين هذا الموقع والمواقع الثانيه انك انت تدفع بشكل مباشر الحين يعني تنخصم المبالغ على طول بشرط انهم يضمنوا لك سعر منخفض أقل. ايوه يقول لك احجز الحين ما تغير خلاص أيوة. مره واحده بشرط اني انا راح اعطيك اسعار مناسبه
من وهم يعتبرون اصلا كانهم مكتب سفريات مش وسيط نفس المواقع الاخرى. طبعا هذه المواقع الثلاثه راح احطها انا في صفحه الفيسبوك عندنا احنا، والثلاثه منهم في تطبيق في الاندرويد وايضا في الاي تيونز اللي هو من ابل، فممكن احنا نحمل التطبيقات ونحجز عن طريق الهاتف بشكل مباشر. جميل جدا، لان حق ايوه، لان هذه نقطه ايضا جدا مهمه، ان المواقع نفسها حقها تطبيقات على أيوة. على 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 المتاجر المختلفه يعني بالضبط، فانت من خلال التطبيق مالهم، ويفضل خالد انه يكون عندك اكاونت. هم اصلا يعني هذه نقطه اساسا جدا مهمه يعني أيوة. اول ما يعني لو توضحها، لان انت مش مجرد موقع تدخل فيه وتشتري وتطلع، صح؟ عرفت يعني انك تلم اوكي، هو ممكن يسوي لك النقطه هذه بدون اي مشاكل، لكنك لما يكون عندك اكاونت او يعني مثلا يكون عندك حساب خاص معهم. عندهم، فبالتالي يعني تضمن العملية التعامل تكون افضل وفيها ضمانات أيوة. اكثر، وفي نفس الوقت عندك مكاسب معينه تصير، خاصه اذا انت شخص تحب تسافر كثير، صح؟ وتدور عروض مثلا، قاعد تتصفح بريدك الالكتروني ولا هذا ياك بريد أيوة. في عرض ولا شيء. وشغله بعد، بما ان تكلمنا عن الحسابات، تاكدوا انه يحطون بيانات صحيحه ايضا. أيوة. في ناس يدخل يحط بريد الكتروني يستخدمه يمكن في الشهر مره، صحيح. يحط اي اسم، صحيح. يحط اي شيء. لا، هذه المواقع رسميه، يعني يفضل ان نحط بيانات صحيحه عشان تقدر تتعامل معاهم اذا صار خطا بكره. يعني بكره صار حجز وراح عليك، فتروح ترسل لهم تقول لهم انا خالد، يقول لك زين انت مسجل سعيد بن خالد، انا ما اعرف. والله صح كلامك، صح كلامك. على العموم يعني فعلا هذه الفتره فتره سفر، فتره راحه، وسواء على فكره داخل السلطنه ترى او خارج، يعني مو لازم انت تروح يعني أيوه. بلد خارج السلطنه على اساس انك تتحصل هذه العروض، يعني انت دور العروض اللي موجوده ايضا عندك داخل السلطنه يعني من الحين، ويفضل انك تحجز قبل بفتره على اساس انك تقدر تحصل على التخفيضات، صح. اللي تبيها. سالفه انه يكون عندك اكاونت ويكون عندك حساب تحصل على امتيازات وعروض يمكن ما تتوقعها حتى، خاصة في الفترة الجاية. وشيء جميل فعلا، خاصة احنا لما نتكلم عن المنتجعات، يعني المنتجعات السياحية اللي موجودة عندنا في السلطنة، سواء كانت على مستوى محافظة مسقط، محافظة مسندم، محافظة ظفار، راح تلاحظ ان انت عندك خيارات فعلا جدا جميلة، الواحد يقدر يقضي فيها وقت جدا ممتع ومريح على الآخر. بس ان انت يكون عندك يعني مستغل الفرص اللي موجودة عندك على الانترنت من خلال تسجيل حساب، يعني تسجل يعني أكثر من موقع الحين موجودين عندك تقدر تسجل فيهم، وبعدين تقدر تحصل العروض اللي تبيها. فاصل صغير ونرجع نتواصل معاكم مشاهدينا الأحبة، وأحب أذكر وأقول أن احنا راح طبعا راح نسحب على هاتف ذكي مقدم من مؤسسة الدرهم، هاتف ذكي مقدم من مؤسسة الدرهم. اللي حاب أن يشارك معنا ويحصل على هذا الهاتف، ما عليه أن يجاوب على السؤال اللي يقول: ما نوع أداة التخزين التي تثق بها لتوثيق ملفاتك ولماذا؟ ممكن طبعا أنك ترسل رسالة نصية على 90484 90484، وهذا طبعا أيضا الكلام أوجهه ليس فقط للمشاهدين اللي تابعونا الآن من خلال الشاشة، وأيضا حتى اللي قاعدين يتابعونا من خلال الأف أم على التردد 106.5 اللي يتابعونا الآن من خلال الإذاعة، نوجه لهم أيضا تحية ونقول لهم يقدروا يشاركون معنا أيضا في السحب من خلال إرسال رسالة نصية على 90484 على 90484، ويجاوبون على هذا السؤال: ما نوع أداة التخزين التي تثق بها لتوثيق ملفاتك ولماذا؟ 90484. وطبعا يمكنكم أيضا التواصل معنا من خلال الاتصال من خلال رقم الهاتف اللي تشوفونه على الشاشة. فاصل ونرجع نتواصل مع برنامجكم رقميات. طيب، تحية لكم مشاهدينا الأحبة، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة اللي موجودة عندنا على نظام الرسائل في البرنامج، هلال عبدالله العوفي يقول: أفضل توثيق ملفاتي من خلال الهاردسك الخارجي الثابت. لماذا؟ لأن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تتعرض للاختراق أو التلف بسبب الفيروسات، يمكن أفقد ملفاتي، بينما الأقراص الصلبة الخارجية تبقى بعيدة عن المخاطر المباشرة من جراء استخدام أجهزة الكمبيوتر لشبكة الإنترنت، نظرا لعدم اتصال الهاردسك الخارجي دوما بأجهزة الكمبيوتر. طيب،
يعني هلال عبد الله انا وياك في نقطه، ولكن سالفه الفيروسات او الملفات الضاره طبعا ما دام انت تستخدم هارد ديسك وتوصله مع جهاز الكمبيوتر، واليوم جهازك باكر جهاز رفيجك، جهاز الدوام، جهاز اخر، فبالتالي ممكن يتعرض ايضا للملفات الضاره. يعني الهارد ديسك مو بعيد عن الملفات الضاره، ولكن احنا دائما نقول لتوثيق الملفات لازم يكون الهارد ديسك مالك غير متنقل، للتوثيق لازم يكون شوية بعيد. عبد العزيز الريامي يقول الفلاش لأن طريقة الوصول إليه بسيطة لا تحتاج لإنترنت، وبعد يعني ما أنصحك بهذا الكلام أخوي عبد العزيز، لأن أنت لما تقول الفلاش ديسك الفلاش ممكن يخترب في أي وقت لأنه يتعرض لترددات كهربائية مختلفة من أجهزة مختلفة، للشمس، للحرارة، موجات كهرومغناطيسية، يمكن بكل بساطة توصل الفلاش ديسك ولا هو ما يشتغل. ما أنصحك فيها يا عبد العزيز ولا أخواننا المشاهدين طبعا. أيضا حسام بخيت عبيد النعيمي يقول الفلاش لأنه آمن لي وأنا أثق فيه أكثر من القص الصلب. طيب ما أنصحك بعد أخي حسام. محمد بن راشد يقول القرص الصلب انه اكثر امان، يعني يمكن اتوقع يعني بعض الاشخاص معانا، وزميلي خالد علق جدا تعليق جميل من خلال ليش نحط على الاقراص الصلبه اللي فيها كهرباء واللي تكون ثابته في مكان واحد، وليش نحطها ايضا على الانترنت. عندنا ايضا مشاركه تقول مرحبا عبد الله، حاب اشتري هاتف سوني اكسبيريا، حبيت اعرف هل هو نفس التردد جي؟ سمعت انه يشغل الفور جي الموجود في السلطنه، وبغيت اعرف اذا في اي عيوب وهل تنصحني بشراء يعني بالنسبه للسامسونج اس 4. طيب بالنسبه حق السوني اكسبيريا الجديد اللي راح ينزل، ايوه يدعم ال تي اي اللي موجود في السلطنه، الاس 4 يدعم، النسخه الجديده تدعم ال تي اي ايضا اللي موجود في السلطنه. طيب علي موسى الفارسي يقول انا افضل الهارد ديسك الموصول بالكهرباء لصعوبه نقله من مكان الى اخر ولكبر حجمه ولجوده تصنيعه. طبعا جوده تصنيعه هاي تنحكم على الشخص من وين تماخذه وكيف شكله وكيف اشتريته، أيوة. نوعيه الكيبلات المستخدمه فيه وشغلات اخرى، بس زين انك انت تركز على الجوده. واخوي علي موسى الفارسي. محمد الراشد الشبلي يقول افضل الهارد ديسك الخارجي. طيب يعني تلاحظون انه يعني وجهات النظر مختلفة، وجهات النظر مختلفة مشاهدينا الأحبة، ولكن يبقى أن نحن إذا كنا نبي نخزن ملفاتنا ونوثقها، حطوا كلمة، حطوا بالكم على كلمة توثيق، لأن كلمة التوثيق هذه هي طبعا المدخل، يعني هي اللي تحدد لنا الوسيط اللي احنا نستخدمه، لأن ما ممكن توثق أي شيء على شيء متحرك، يا هارد ديسك ثابت متصل بالكهرباء وفي منظم كهرباء أو أنك تتخزنها مع الخدمات السحابية. هذه من أفضل الطرق طبعا لحفظ الملفات لفترات طويلة. الآن خلونا نشوف من اللي راح يفوز معنا بالهاتف الذكي المقدم من مؤسسة الدرهم. بسم الله نتوكل على الله، نشوف جهاز الكمبيوتر راح يختار من المشاركين. شوف الجهاز، الجابري. ممكن اوصل حق بس الجهاز. محمد الجابري وهو اللي فاز معنا بهذا الجهاز. نشوف مع بعض الهديه اللي فاز فيها الاخ محمد الجابري. مبروك عليك اخوي محمد، فزت معنا بجائزه عباره عن هاتف ذكي من نوع طبعا سامسونج جالكسي مقدم من مؤسسه الدرهم. كل التحية طبعا لمؤسسة الدرهم اللي فروعها منتشرة في جميع محافظات ومناطق السلطنة. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لزميلي صابر، شكرا لزميلي خالد، يعطيك ألف عافية. انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم والجديد دائما في عالم التقنيات من خلال برنامجكم رقميات. تقبلوا تحياتي وتحيات مخرجنا عوض الزيدي، وتصبحون على خير.